مدير عام منظمة التجارة العالمية. الفترة دي كانت فترة تحول في النظام التجاري الدولي. هل التنافسية يكون فيه للدولة يد فيها؟ دور الدولة إنها تتعامل مع الكيانات المسيطرة علشان ما تسيطرش. إحنا رايحين ناحية إيجابية، ولا اللي بيحصل ده مش هيقدمنا اقتصادية؟ أسلوب مواجهة الأزمات بيتطلب نغير أولوياتنا. دلوقتي بيواجه مصاعب وتحديات كثيرة جدا. في مشاكل على المستوى العالمي في التجارة، في تقدم وفي تقهقر، في أنظمة أصبحت محتاجة تحديث، في اهتمامات تجارية جديدة. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من مش بالكلام. زي ما قلنا لحضراتكم في حلقتنا اللي فاتت، احنا معانا ضيف مهم جدا، واحد من العقول المتميزة اللي بنفتخر بيها كلنا خارج مصر. هو كمان مرشح لمنصب دولي ان شاء الله، مصر وافريقيا يكون اللي بيمثلهم في هذا او في منظمة التجارة العالمية، الدكتور عبد الحميد ممدوح. هو موجود معانا، بنكمل معاه اسئلتنا اللي قفلنا بيها حلقتنا المرة اللي فاتت. كلنا عايزين نعرف فيروس كورونا هل هو وباء ومرض، فخ اقتصادي كبير، ولا مؤامرة سياسية؟ كمان إجراء الانتخابات على هذا المنصب الدولي واستعداد مصر وأفريقيا لخوض الانتخابات الشرسة هيتم إزاي؟ اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور مرة تانية. أهلا بحضرتك معنا على شاشة قناة المحور. أهلا يا أستاذ أماني. وخلينا نبدأ مما انتهينا إليه في حلقتنا اللي فاتت، إجراء الانتخابات على هذه المناصب العالمية بيتم ازاي؟ بيكون الاختيار فيه شفاف، اجراءاته نزيهه زي ما احنا متعودين، ولا بنفاجئ دايما ان كفه الميزان بتروح للطرف الغير متوقع؟ شكرا ومرحبا مره اخرى استاذه منال. منظمه التجاره العالميه الاليات دي فيها بتبقى مختلفه شويه عن منظمات الامم المتحده. فمنظمات الأمم المتحدة عادة ما يتم الاختيار بالتصويت، وبناء على عدد الأصوات بنشوف النتيجة. في منظمة التجارة العالمية اختيار المدير العام بيتم بتوافق الآراء، مفيش تصويت. توافق الآراء أسلوب من خلاله بيتم الاتفاق على مرشح واحد الكل يقبله. هو أسلوب مختلف ولكن بيدي حق الفيتو لأي حد معترض على الشخص ده انه يقول لا انا مش موافق. طبعا المسألة دي بتبقى خاضعة لمشاورات طويلة جدا. الموضوع هيبتدي في نوفمبر وينتهي في يونيو. فالبروسس بتاع الاختيار والمشاورات بيستمر حوالي 6 شهور من أول تقديم الترشيحات لمنظمة التجارة العالمية لإجراء المشاورات والمناقشات والمناظرات. وتبقى سلسلة من المناظرات يلتقي فيها المرشحين سواء منفردين أو مجتمعين مع كافة الدول الأعضاء، 164 دولة. كل مرشح بيتقدم برؤيته، ولو واحد من 164 دولة قدم حق الفيتو يضيع ال 163 صوت لدول لازم يلاقوا حد تاني كل متفق عليه. ده آليات الاختيار صعبة جدا، آليات الاختيار صعبة، ولكن بتتم من خلال مشاورات. وخلال المشاورات، وانا بتكلم على التجارب السابقة في إطار منظمة التجارة العالمية، بتبقى مشاورات بتبدأ بالعدد الكامل للمرشحين 4 5 6، ومن خلال المشاورات بيتم الاستبعاد، فهي بتبقى باي إليمينيشن بالتدريج. هل الخدع الانتخابية هنا بيكون ليها مكان؟ يعني ان يكون في توافق ورؤية وانسجام وشراكة ما بين بعض الدول ثم نكتشف تغيير الرؤية في آخر لحظة؟ والله بيحصل، لأن التيارات السياسية ساعات بتبقى غير مرئية، وبيبقى فيه يعني أفضليات أو بيبقى فيه أوجه قلق مش واضحة.
أنا دايما أميل جدا للوضوح، وعشان كده يعني مشروع الترشح يعني أنا بدأت فيه وإن شاء الله هستمر فيه بمنتهى الوضوح. هو ده ما أتقدم به، هي دي التالنتس أو مواضع القوة اللي أنا يعني بتقدم بيها. الفكرة أنتوا عايزين إيه في الوقت اللي المنظمة بتمر بيه. لكن قواعد إجراء الانتخابات والموافقة واستخدام حق الفيتو، اسمحي حضرتك، إن شاء الله بعد ما تبقى مدير عام المنظمة لابد من تغييرها لأنها غير عادلة. إذا كنا بندور على حركة تجارة عادلة ما بين الدول، فأعتقد أن مش من العدل أن يكون في توافق ما بين 163 دولة على مرشح، ودولة أيا كانت كبيرة أو صغيرة يكون من حقها أنها تنهي هذا التوافق وتضيع فرصة على مرشح توافق عليه 163. هي المسألة ما تبقاش بالحدية دي، لأن لو الوضع زي ما تفضلتي وقلتي في دولة واحدة مش موافقة، الدولة دي بيتم التشاور معها، انتوا مش موافقين ليه؟ ايه وجه الاعتراض؟ لان المساله مش اربيتر. لو قدمت تبريرات غير مشروعه وغير مرضيه لباقي الدول بيتم الضغط عليها حتى لو دوله كبيره. طب يعني انت واقف ضد اختيار باقي الدول الاعضاء، هل انت شايف ان الموقف ده يعني موقف معقول؟ وطبعا بيبقى فيه برضو الضغوط السياسيه بتبقى في كافه الاتجاهات، ودولة المرشح بيبقى لها دور كبير جدا ان هي تتقدم بهذا المنطق وتقول طيب ايه لو في مشكلة. احنا موافقين، محدش عايز يخلق مشكلة، بس لو يعني احنا عايزين نفهم لو في اعتراض نفهم الراشنال بتاعه ايه، نفهم المنطق بتاعه ايه. طيب خلال الفترة اللي فاتت كان في مؤامرات سياسية اعتقد، وحضرتك برضو تقول لنا في هذه المرحلة، هل المؤامرات السياسية اللي كنا بنشوفها على مصر وعلى السياسة المصرية ومحاولات ان يكون في اساءة لاي مرشح مصري وانه ما يكونش بياخد فرصته العادلة ما زالت موجودة؟ هل حضرتك وضعها في اعتباراتك وفي اجندتك الانتخابية، ولا الوضع اختلف؟ الحقيقة انا ما لمستش لغاية دلوقتي حاجة، بس احنا برضو لسه بدري في الـ في الـ في الـ في المسار بتاعنا. ولكن أنا بفكر في الموضوع ده إن ممكن هيبقى فيه فخاخ بالتأكيد، وعلشان كده بحاول بقدر الإمكان إن أنا أقف على الأرض الصلبة وهي موضوعية الاختيار. موضوعية الاختيار بالنسبة للمتطلبات، إيه البروفايل اللي احنا عايزينه، وده البروفايل بتاعي. لو أنت مش عاجبك أنا أحترم هذا، ولكن يبقى فيه كمان وضوح في النوايا، ان لو في اتجاهات اخرى نعرفها، ان ما بقاش في مفاجآت. طبعا اللي انا بقول عليه ده ما اتمناه، انما ما قد يتحقق ممكن يبقى شيء تاني خالص. ولكن في نقطة تانية مهمة قوي، ان في مثل هذه المواقف الواحد لازم يبقى عنده برضو يعني نية خالصة، ولازم يبقى عنده وضوح في الفكر ان انا واقف على نقاط قوة معينة، ده اللي انا بعرضه، وكون ان انا اخسر ده احتمال. ما هو مش ممكن الواحد يدخل وزارتك مش وزارة فردية، ما هو مفيش علشان كده احتمالها مش مقبول ومرفوض تماما من كل مواطن افريقي ومصري. فخلينا نقول في المستقبل لو حضرتك ان شاء الله حصلت على هذا المنصب، أول قرار بمجرد توليك هذا المنصب هيكون إيه؟ أول قرار هيكون إعادة منظومة مساعدة الدول النامية والأقل نموا في المشاركة بأكثر فاعلية ممكنة في العمليات التفاوضية، علشان ما ينتج عن عملية الإصلاح يكون بيعكس مصالحهم. ده هيبقى أول شيء هفكر فيه، وده بيعكس التجربة بتاعتي من سنة 85 لما رحت جنيف كمفاوض مصري، ولما انتقلت إلى المنظمة سنة 90 وتوليت عملية التفاوض على اتفاقية تجارة الخدمات. إيه التحديات اللي حضرتك شايفها أنها موجودة حاليا بتعيق تنفيذ ده؟ بتعيق تنفيذ أن الدول النامية تستفيد من هذه الاتفاقيات. هقولك ليه. أحد التحديات الكبيرة اللي بتواجه النظام التجاري الدولي النهاردة هو الطبيعة
المعقدة بصفة متزايدة لقضايا التجارة. المفاوضين التجاريين وصانع السياسات التجارية النهاردة بيواجهوا أمور شديدة التعقيد فيما يتعلق بالعلاقة ما بين تحرير التجارة وما بين التشريعات والتنظيمات في مجالات غير تجارية لكنها بتؤثر على التجارة تأثير مباشر. أبرز هذه الأمثلة هو التجارة الإلكترونية. النهاردة تدفقات المعلومات عبر الحدود بقى لها أهمية استراتيجية في أي علاقة تجارية، ولكن تدفقات المعلومات عبر الحدود بتبقى خاضعة لقيود وفلترز ومعايير ما بينتجش عنها استفادة متساوية ما بين كافة الدول. يعني عندك مثلا النهارده العالم كله ومنظمة التجارة العالمية بتشتغل على ملف تنظيم التجارة الإلكترونية، احنا كعالم عربي وفي مصر احنا فين؟ احنا محتاجين ثورة وعي بهذه الأمور، حكومي ولا شعبي؟ الاثنين، على مستوى الحكومات وصانع السياسات وعلى مستوى الأعمال ورجال الأعمال، ولازم يبقى في دايالوج ما بين الطرفين دول، لأن الحكومات هي اللي بتوضع القواعد القانونية، هي اللي بتتفاوض، ورجال الأعمال والعاملين في السوق التجارية هم اللي بيواجهوا المشاكل كل يوم. يعني النهاردة مثلا لو مسكنا قطاع السياحة، قطاع السياحة بيتعامل مع سياح. طيب البيانات المتعلقة بالسياح الأوروبيين بتيجي لشركات السياحة، هي خاضعة لقوانين خصوصية المعلومات GDPR في أوروبا. هل في وقت من الأوقات هيبقى في إعاقة؟ لأن إحنا ما عندناش الضمانات الكافية لحماية خصوصية معلومات المواطنين الأوروبيين، وبالتالي ومعلوماتنا إحنا، احنا بنتكلم عن الناحيه التجاريه، معلوماتنا احنا دي من ناحيه مجتمعيه، بس احنا بنتكلم على العلاقه التجاريه. هل احنا ممكن فعلا نواجه هذه ممكن. طب هنتعامل معاها ازاي؟ لازم نفهم القضيه ايه، ونفهم مكوناتها الفنيه ايه، ونفهم اهتماماتنا التجاريه تجاهها ايه، علشان نشوف السياسه والتشريع والتنظيم الداخلي بتاعنا هيمشي في اي مسار، والمواقف التفاوضيه اللي هناخدها مع الاطراف التجاريه الاخرى هيبقى مضمونها ايه. من اهم التحديات اللي بتواجه النظام دلوقتي هو زياده تعقيد القضايا التجارية. فأنا من أول الحاجات اللي هفكر فيها إزاي نساعد الدول النامية زي مصر إنها تفهم بسرعة هذه الأمور، بحيث إنها تقدر تتفاوض بدرجة فعالة زي ما عملنا في أول التسعينات وإحنا بنتفاوض على اتفاقية الخدمات، عملناها قبل كده ووصلنا لنتائج هائلة، بس عايزة مجهود وعايزة تركيز في دراسة الموضوعات، والموضوعات بتزداد تعقيد. أيوة ده العالم اللي احنا عايشين فيه، وبتحتاج تكلفة مالية عالية، ولا الموضوع فني؟ يعني ممكن تكلفة مالية عالية من أي ناحية؟ يعني استخدام هذه التكنولوجيا، الاستعانة بيها، نقل الخبرات، خاصة ان احنا يعني خبراتنا في مجال التكنولوجيا، واحنا بنتكلم على ذكاء اصطناعي وتحول رقمي وشمول مالي، مصطلحات بنسمعها من فترات قريبة لكنها موجودة في العالم منذ عشرات السنوات، وبالتالي احنا النهاردة علشان نستغل هذه التكنولوجيا محتاجين تكلفة مالية عشان نقدر نستفيد بها، عشان فكرة بين قوسين حق الملكية الفكرية اللي احنا دايما بنعاني منها لما بنستورد اي منتج وما بنحاولش ان احنا نصنعه داخل البلد. هو والله في حاجات كتيرة جدا مش محتاجة حق ملكية فكرية، في حاجات كتيرة جدا محتاجة ان احنا يبقى عندنا الرؤية للسياسة المتبعة. يعني نمسك موضوع الشمول المالي، موضوع الشمول المالي هو ايه؟ هو ان احنا بنستخدم حلول رقمية Digital Solutions علشان نوصل خدمات مالية أساسية لفئات من المجتمع خارج النظام البنكي ما عندهاش هذه الخدمات، وده بيفيد جدا للأعمال الصغيرة متناهية الصغر، وبيفيد كمان على المستوى المجتمعي. طب ايه السياسات اللي احنا نطبقها؟ وبعدين ازاي نستفيد من الخبرات الأجنبية؟ هل
يعني نحاول ان احنا نروج للاستثمار لشركات الخدمات المالية اللي عندها مهارات وأدوات في هذا المجال علشان تيجي تعمل جوينت فنتشرز هنا ومشروعات مشتركة، وتبتدي فعلا ان يبقى فيه انتقال للخبرات دي من خلال مشروعات مشتركة. لازم يبقى فيه استراتيجية للموضوع ده، وده اللي بتطبقه دول نامية احنا عارفينها حتى في افريقيا زي كينيا وجنوب افريقيا والهند في اسيا. يعني موضوع الشمول المالي ده موضوع تنموي واجتماعي مهم جدا. فلو اخذنا ده كمثل هنلاقي ان الموضوع مش محتاج تكلفة مالية على قد ما هو محتاج ان احنا يبقى عندنا وضوح رؤية. طبعا وضوح الرؤية لازم هيجي من المعرفة والثقافة، بس استعدادات مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص اللي هي بعيدة الى حد ما عن استخدام التكنولوجيا دي مهمة صعبة وتحدي كبير. وهو لازم بقى نبتدي نروج لهذا المفهوم ونحاول ان احنا يعني طب هنا ده بقى الوعي. الدخول لعالم التجارة الإلكترونية اختيار ولا إلزام؟ لا مش إلزام، هو مش إلزام بس هو مش اختيار كمان، لأن ده واقع، ده واقع، ده زي العولمة. يبقى حتم، احنا هو رايحين حتم. رايحين احنا فيه، احنا اوريدي فيه، مش رايحين. طب احنا فيه قادرين نعوم ولا احنا غرقانين تحت؟ لا احنا مش غرقانين، بس احنا ممكن نعوم احسن من كده بكتير. احنا بنتعلم نعوم، بس احنا ممكن نستفيد منه اكتر من كده. لان انت لو سالتي النهارده حتى على المستوى المجتمعي، في كام حد النهارده بيطلب حاجات اونلاين؟ ها يعني الاعداد بتزيد كل يوم، الاعداد بتزيد كل يوم. مثلا يقول لك اساليب الدفع مش متوفره، اتس كاش اون ديليفري، اساليب الدفع ما عندناش اساليب دفع الكتروني كافيه. طب نروجها. طيب ازاي البلاتفورمز دي او المنصات الالكترونيه دي تعمل بطريقه فيها كفاءه وفيها كمان موضوعيه، علشان انت عايزه تفرضي عليهم ضرائب مش كده؟ صح. ان يبقى فيه ان يدخلوا الاقتصاد الرسمي، وازاي توجدي وعي عند المستهلكين لاستخدام هذه المنصات باسلوب كفء، وازاي تخضعيهم كمان لقواعد تنظيميه تضمن ان هم يتنافسوا مع بعض منافسه عادله. لان احنا برضو بنرجع للنقطه الاساسيه بتاعتنا، احنا اقتصاد قائم على التنافسيه، والمنافسة مهمة جدا، دور الحكومة انها تحافظ على المنافسة العادلة. ايه اللي بينقص الاقتصاد المصري هنا من خلال رؤية حضرتك؟ يعني ايه اللي بينقص الاقتصاد المصري عشان يقدر ينافس؟ يعني بمجرد وصول حضرتك الى هذا المنصب بكل تأكيد هيكون في رؤية ان مصر تستفيد، ان افريقيا تستفيد، بما انهم اللي دعموا حضرتك ورشحوك الى هذا المنصب. بكل تاكيد ده مش هيخلي حضرتك تغفل ملف ان لازم ال 164 دوله يستفيدوا من اي قرار حضرتك هتاخده. بالظبط. ايه الاجراءات اللي لو تمت ممكن تحمي التجاره على مستوى العالم في ظل تجاره احنا مش شايفين ليها ملامح واضحه كمان في مصر؟ ايه اللي بينقص مصر من خلال وجود حضرتك النهارده في مصر ومن خلال وجودك كمرشح مصري؟ ازاي اقتصادنا يقدر يستفيد من اي قرار منظمة التجارة العالمية بدون وضع حضرتك في حرج من القرارات اللي هتتخذها؟ بالتأكيد سؤال مهم جدا، والاجابة على هذا السؤال تكمن في استيضاح رؤيتنا احنا في مصر لسياستنا التجارية. احنا رؤيتنا ايه؟ ودي لازم تكون مبنية على برضو إدراك كامل لمعنى السياسة التجارية، لأن زي ما قلنا قبل كده بإنشاء منظمة التجارة العالمية سنة 95 مفهوم السياسة التجارية تغير بالكامل. زمان السياسة التجارية كانت قوانين ولوائح تصدير واستيراد سلع، دلوقتي السياسة التجارية بتشمل القطاعات الخدمية. إيه اللي بينقصنا؟ أنا بسأل سؤال. الرؤية احنا عايزين، يعني اطرح على سبيل المثال، ايه رؤيتنا لقطاع الخدمات في مصر؟
وقطاع الخدمات بالمناسبة عشان نوضح النقطة للسادة المشاهدين. ومع ملاحظة ان حضرتك يعني كنت ممثل مصر واشتغلت في ملف قطاع الخدمات منذ 85. احنا وصلنا فيه لفين بقى؟ احنا بقى مش حضرتك عشان نوضح ايه هو. احنا بنتكلم على التجارة في كافة انواع الخدمات، من بنوك، تأمين، سوق مال، نقل، مواصلات، خدمات صحية، تعليم، خدمات اتصالات، خدمات كمبيوتر، خدمات لوجستية، خدمات توزيع، تجارة تجزئة، تجارة جملة، خدمات مهنية، محامين. يعني ده قطاع المفروض يكون قطاع زي قطاع التجارة الداخلية مثلا، قطاع التجارة الخدمية. لا، نتكلم على السياسة، سياسة الدولة لقطاع الخدمات. ده أهم قطاع في الاقتصاد. حوالي 60% من الاقتصاد المصري خدمات. طيب بتقيم مصر والعالم العربي والأفريقي بنسبة كام كنجاح في هذا القطاع؟ لا، في دول حققت نجاحات كبيرة زي الإمارات، اقتصاد خدمي بالدرجة الأولى. أنا شايف أن مصر اقتصاد خدمي بالدرجة الأولى، استراتيجي. وكون أن احنا نقول اقتصاد خدمي مش معنى كده أن انتاجيته واطية اطلاقا، بالعكس. يعني احنا لو نظرنا لموقع مصر الجغرافي وقناة السويس المحور، الأنشطة التنموية، قطاعات الخدمات الكبيرة في مصر زي السياحة، النقل، الخدمات اللوجستية، مصر النهاردة عايزة تبقى لاعب مهم في سلاسل القيمة الدولية، Global Value Chains. معنى كده ان احنا بنحاول نجتذب استثمارات لعمليات تصنيع. عمليات التصنيع دي بتعتمد بالدرجة الأولى على الاقتصاد الخدمي. هو تصنيع، انت بتطلعي منتج مصنع، ولكن بيعتمد بالدرجة الأولى على توافر الخدمات، بالذات الخدمات ذات التقنية العالية والخدمات عالية التكلفة. ده اللي خلى حضرتك تقول ان احنا في مصر مثلا عندنا في قطاع الحاصلات الزراعية والخضروات والفواكه عند احنا دولة رقم 6 في الانتاج، لكن ده لم يترجم الى صادرات تحقق استفادة للاقتصاد. بالظبط. طيب نحلها ازاي؟ بالظبط. ده مثال هايل انا دايما بكرره، واشكرك ان انت ذكرتيه دلوقتي، ان كون ان مصر تبقى سادس دولة منتجة للخضروات الطازجة في العالم، وده وفقا للإيكونومست انتليجنس يونت، ولكن هذه الطاقة الانتاجية الرهيبة لا تنعكس على الأداء التصديري ولا حتى على السوق المحلي، بيثير التساؤل. لأن الحقيقة، وفي أعتقد دراسة اتعملت سنة 2010، مش متذكر بالظبط، ولكن دراسة كان مفادها أن الهالك من إنتاج الخضروات الطازجة بيوصل ما بين 30-40%. طب ده ليه؟ ده لان كون ان انت تزرعي الطماطم في الحقل ده شيء، وان انت توصليها للرف السوبر ماركت ده شيء اخر، وما بين الف وب سلسله من الخدمات. الخدمات وكمان فقد ده طبعا، ما اخفاق السلسله الخدميه من القطف للتغليف للتعبئه للتبريد للنقل للتمويل لتدريب العماله لتجارة الجملة وتجارة التجزئة. وبعدين لو هنبتدي نصدر لازم نشوف الخدمات المعملية، تحليل في المعامل لضمان ان المنتج بيتمشى مع المقاييس العالمية في الصحة والمبيدات وإلى آخره. غياب هذه السلسلة الخدمية وكفائتها هو اللي بيخلي الفلاح مش عارف يبيع ولا يصدر اللي بينتجه. فعشان كده انا دايما بتكلم على قطاع الخدمات كقطاع استراتيجي، هو اللي بيحدد القدره التنافسيه وانتاجيه الاقتصاد. وبالمناسبه المدخلات الخدميه في انتاج اي سلعه اعلى بكثير جدا مما نتصور. ده في دراسه اتعملت في الصين عن دور الخدمات في انتاج رغيف العيش في الصين. اختتعمت في هونغ كونغ على وجه التحديد لسلسلة مخابز في هونغ كونغ، ولكن بتوزع العيش في جنوب الصين وفي هونغ كونغ. وعملت الدراسة دي، عملت حصر لكافة الخدمات اللي بتدخل في انتاج
العيش وتوزيعه. تبين ان نسبة او حصة المدخلات الخدمية في التكلفة النهائية لإنتاج رغيف العيش 73%. لو بتشتري رغيف عيش بدولار 73 سنت منه خدمات، الباقي كله دقيق ومنتجات مادية. بس ده ينطبق علينا في مصر. ايش عرفك؟ يمكن مش 73. احنا من المستهلك للمنتج على طول. القاعدة عندنا محسومة في رغيف العيش بالذات. لا بس رغيف العيش على فكرة، لا فكري، رغيف العيش الخدمات اللي داخلة فيها الدقيق بدءا بالشحن للدقيق، النقل، الجمارك، التوصيل للمخابز. حضرتك هتدخل بقى في ان احنا بنستورد الدقيق اصلا، فالخدمة هنا خدمة دولية. لو مش بنستورد الدقيق، لا ما الخدمة ليه، ما انت هي مش حكاية الخدمة دولية ولا محلية، التكلفة. هي اكزاكتلي هي التكلفة. كم من تمن رغيف العيش ده خدمات، من تكلفة انتاج رغيف العيش خدمات، ومع ذلك هو مدعم فيها، فبيمثل عبء على ميزانية الدولة كمان. وبتدخلي في هذه الخدمات كل الخدمات الداخلة، من اول المحاسب اللي ماسك حسابات المخبز، للحارس، طيب نصيحة للي بينظف، للحكومة الحالية وحضرتك على موعد مع رئيس الوزراء، ايه اللي حضرتك شايفه لازم ناخد بالنا منه، وحضرتك بحكم عملك 35 عام في مجال التجارة على مستوى العالم، مش أول مرة لا هتدرس الاقتصاد المصري ولا هتشوفه، حضرتك كنت في قلب مطبخ الاقتصاد المصري في بداياتك وكنت مستشار في وزارة التجارة، فالنهاردة تقدر تنصح الحكومة وتقول لهم خدوا بالكم إن التجارة على مستوى العالم بتتغير، ملامح ومشاكل التجارة الخارجية بتتغير، وبالتالي مصر لازم يكون عندها أجندة نقاطها. عايزة حضرتك خمس نقاط قبل ما تغادر لشغل هذا المنصب بقى وتراجع. أول حاجة أنا عايز أشيد بالمجهودات اللي حصلة دلوقتي، لأن أحد أسباب تواجدي هنا إن أنا كنت في مشاورات وفي ندوات امبارح والنهاردة حول هذا الموضوع، وفعلا في وعي لدى الأجهزة المعنية إن لابد إن يبقى في تطوير في نظرتنا للسياسة التجارية. ولكن لو هقول خمس نقاط، لازم خمسة؟ لو حضرتك عايز تزود ماشي، لكن تقلل لا. طيب سيدي، أول حاجة هبدأ بالرؤية. لابد إن احنا رؤيتنا تتضح، وهنا أول حاجة هنصح بيها إن احنا نبتدي بالبوصلة بتاعتنا، هويتنا الاقتصادية. طب أنا مش عايزة أقطع أفكار حضرتك، بس عايزة في كل نقطة أقول لك الواقع اللي احنا عايشينه عشان تقول إذا كان صح فالرؤية تروح باتجاه فيه. هل الرؤية لازم تكون سياسية؟ بمعنى إن رئيس الدولة هو المسؤول عن كل شيء في الدولة حاليا، يعني هو المسؤول عن إصلاح كل مؤسسات الدولة، هو بيشتغل بسرعة عالية جدا ومؤسسات الدولة يعني لا توازي هذه السرعة، وبالتالي الرؤية لازم تكون من رئيس الدولة وتكون مؤسسات الدولة بنفس السرعة، ولا الرؤية لازم تكون نبعة من المؤسسات عشان تقدر تنفذها بطريقة سريعة؟ والله يعني هو فكره الدوله العميقه مع الرؤيه هنعملها ازاي؟ والله هو لازم يبقى في يعني توازن ما بين الاثنين، لان يعني لازم الرؤيه تكون قابله للتنفيذ في الواقع الحالي. بالظبط، فاحنا لازم يبقى برضو عندنا يعني من رأي حضرتك محتاج مستشار هناك. احنا محتاجين يبقى عندنا برضو فهم ليه الرؤيه ما بيتمش تطبيقها. المشكلة فين؟ يعني احنا لو عندنا الدستور بيدينا الهوية الاقتصادية، ايه اللي منعنا من ان احنا نترجم هذه الهوية الى رؤية سياسية، ونترجم هذه الرؤية السياسية الى تشريعات وقوانين ولوائح وممارسات؟ المشكلة فين؟ احنا محتاجين نظرة تشخيصية، diagnostic view. ليه؟ لان التوجه احنا عارفينه. طيب ده دور مين؟ ده دور كولكتيف، يعني ده لازم يبقى فيه تلاقي ما بين القيادة السياسية وما بين المستويات التطبيقية، قيادات سياسية على مستويات أخرى، ولكن المستويات التطبيقية برضو لازم يبقى فيه. طيب معايير اختيار الوزراء والمنفذين لهذه السياسات هل هي من ضمن الرؤية؟
يعني يجب النهارده ان الوزير اللي هيبقى مسؤول عن ملف لازم يكون عنده سي في زي ما حضرتك النهارده كده بتقدم سي في بتقول انا 35 سنه بشتغل في منظمه التجاره العالميه، انا بشتغل في هذا المجال، فانا الاصلح والاقدر على اداره هذه الملفات لان انا اكتر واحد عارفها ولمستها، وزي ما حضرتك وصفتها انا اقدر افك واركب واطور. النهارده معايير اختيار الوزراء لازم تكون معايير في كل الدول الناميه، مش بتكلم على مصر بس، تكون معايير لنجاح منظومه متكامله، يكون في اجنده ورؤيه زي ما حضرتك قلت، والقائمين على تطبيقها يكونوا مشاركين فيها ومحتكين بها من الباطن ومن الداخل ومن المطبخ. هو الحقيقه ولا دي ملهاش علاقه، الاداري الناجح يقدر يدير اي ملف. لا هو انا بتصور الملفات بتختلف في نوعيتها. في ملفات بتعتمد اكثر من ملفات اخرى على المعرفة المتخصصة، وفي ملفات ما بتعتمدش على المعرفة المتخصصة، ولكن في الحالتين انت محتاجة قدرات ومهارات ادارية. بس انا بسأل حضرتك على الاقتصاد والرؤية الاقتصادية، فاحنا كده بنتكلم ومحددين في مجموعة اقتصادية وزارية. المجموعة الاقتصادية طبعا المفروض ان يبقى عندها الخلفية الاقتصادية اللي تسمح لها بالاداء. طيب ولكن بحب. موضوع الاختيار، انا بس عايز اقول ان يعني اختيار اي وزارة ده خاضع لعوامل سياسية مختلفة خالص عن اختيار رئيس منظمة. ملف الاستثمار في مصر بقى تابع مباشرة لرئيس الوزراء، هل ده بقى في عالم البيزنس والاقتصاد وإدارة التجارة والاقتصاديات العالمية يجوز ان ملف الاستثمار يتبع لرئيس الوزراء، ولا ملف الاستثمار ده بيحتاج وزارة منفصلة هي تشتغل على كل مشاكل الاستثمار وعلى المستثمر ازاي اجيبه ازاي ادعمه ازاي حل مشاكله، ولا وجود الملف مع رئيس الوزراء اداله طابع القوة؟ والله انا يعني هذه النماذج التنظيمية لا تشغل المنظمات العالمية عند خالص. الاتفاقيات مش من شأن المنظمات الدولية نهائي خالص. هو مضمون السياسات هو المهم. طيب رقم ثلاثة. رقم ثلاثة البيئة المعلوماتية، ان لازم يكون في وضوح ما بين الوزارات لأدائهم في ملفاتهم، والموضوع ده لمسينه في إطار التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية بالذات ملف متعدد الجوانب، في وزارة الاتصالات طبعا لأن قطاع الاتصالات هو العمود الفقري للموضوع، هو الهاي واي اللي بتتم عليه كل المعاملات. البنك المركزي، الوزارات المختلفة المعنية بالقطاعات الخدمية اللي بتتعامل مع التجارة الإلكترونية، التجارة السلعية وعلاقتها بالخدمات والتجارة الإلكترونية، فجوانب متعددة. وكل تجارة وكل وزارة من دول وكل هيئة بتعمل في مجالها بكفاءة عالية، ولكن لابد من ضمان التناغم. نصيحة رقم أربعة، تنمية الموارد البشرية، لأن الموارد البشرية محتاجة فعلا أنها تدريبها وتأهيلها على العالم الآخر اللي احنا المنظمات الدولية ممكن تلعب دور مهم جدا. النصيحة الأخيرة، شفت حضرتك قلت خمسة، أنا قلت خمسة وحضرتك كنت عايز تزود، أنا كنت عايز أنقص بصراحة. النصيحة رقم خمسة، النصيحة رقم خمسة إن إحنا يعني نحاول إن إحنا يبقى لنا دور مهم ودور فعال في المنظمات الدولية الاقتصادية، أولها الـ WTO أو الساحة الأفريقية والساحة العربية، لأن احنا عندنا اتفاقية تجارة حرة في إطار جامعة الدول العربية، إن مصر دايما طول عمرها لها
دور ريادي في هذه الأمور، وهو موجود، بس أنا بقول إن إحنا لازم نضمن إن هذا الدور يستمر ويطور، لأن الأمور بتزداد تعقيد. بالظبط. طيب فيروس كورونا مؤامرة سياسية ولا فخ اقتصادي ولا مرض وباء؟ أنا شايفه مرض وباء الحقيقة، اللي هو مش فخ اقتصادي، لأن فخ اقتصادي أو مؤامرة معنى كده إن حد بيهدف ضرر لحد تاني. أنا شايف لكل مضرور، يعني مش شايف يعني حد استفاد من الموضوع. الإعلامية العالمية على هذا الفيروس أو الفيروس هل تتناسب مع حجمه؟ هو أخطر ما في الموضوع دلوقتي هو إن الموضوع مش مفهوم، it's the uncertainty. ولكن في بعض الأمور ابتدت تتضح على فكرة، إن أولا الفيروس ده ما هوش قاتل، يعني زي ما بيتقال ده هو أقل من السارس، لأن نسبة الوفيات في السارس كانت 10%، في ده 2%، ومنحصرة في الأشخاص المسنين قوي أو اللي عندهم مشاكل تنفسية لأن هو بيجي في الرئة. تاني حاجة ان وجه القلق منه مش في ان هو قاتل، ولكن في انه بينتشر بسرعة جدا، يعني سريع الانتشار. تالت حاجة انه بالرغم من انه سريع الانتشار، ولكن هو مش بينتقل بالهواء، ده بينتقل بالرذاذ، وطبعا الرذاذ ممكن يبقى على اي سطح نلمسه. فكل اللي بيتقال دلوقتي اخواننا هايجين، لازم يبقى فيه وعي صحي. طبعا حكاية ان الناس تلبس ماسكات والكلام ده، الماسك ما بيحميش، اللي يلبس ماسك المفروض يبقى هو العيان علشان ما يطلعش منه رزاز. فاهمين دلوقتي غلط. انما مش هينتقل بالهواء. طيب وزيرة الصحة لبست الماسك؟ يعني انا يعني كل اللي شفناه لابس ماسك يبقى هو العيان؟ لا، بس هو خدي بالك الامور دي بتتبين على مدى الايام القليله اللي فاتت، يعني احنا كل يوم بنسمع يعني خبر جديد تاثيره. يعني النهارده اللي بنسمعه برضه في ظل الاخبار الكتيره والحملات الاعلاميه اللي ما حدش فاهم مين بيحركها، بنشوف ان في كلام بيتقال ان دي مؤامره سياسيه نتيجه المشاكل الاقتصاديه اللي بتتم ما بين الصين وامريكا، وبالتالي هي حرب سياسيه. في اراء تانية بتقول تعالوا نشوف النتائج ان امريكا بتاخد قرارات ضد الشركات الصينيه، فده قلل اسهم الشركات الصينيه، فالصين في المقابل اشترت اسهم شركتها اللي بيمتلكها الامريكان بنسب بسيطة جدا وبأسعار رخيصة، فبالتالي قدرت انها تتمكن وتقوى باقتصادها اكثر. انا الحقيقة الفكر ده بقى اقتصاديا عالميا بقى بيقول ايه؟ انا ما سمعتش السيناريو ده قبل كده بصراحة، ولكن لو فرض انه حقيقي، دي ممكن تكون فكرة وردت بعد الفيروس ما جه، إنما من الصعب جدا الواحد يتصور ان كانت هي دي الخطة علشان كده اتعمل الفيروس من قبل. لا I don't think so. فكرة هنا بقى في فكرة ادارة الازمات العالمية والاقتصادية والدولية. النهاردة ملامح التجارة العالمية حضرتك شايف مشاكلها بتنحصر في ايه؟ وحضرتك هتعالجها ازاي في ظل اللي بيحصل على مستوى العالم من علاقات سياسية أو اقتصادية، من تكتلات، من دول بتحاول أنها يعني تحاول تقلل تعاملاتها الخارجية، تحاول كل إقليم عايز يستفيد من مجموعته، مش عايز يكون عنده علاقات أقوى، القوي عايز يستفيد من الأقوى ومش عايز الضعيف يبقى موجود في المنظومة، في ظل أن حضرتك النهاردة هتبقى مسؤول عن اقتصاديات 164 دولة. حددت ملامح مشاكلهم فين وهتعالجها إزاي؟ أنا شايف إن أكبر مشكلة بنواجهها دلوقتي هو إخفاق النظام نفسه، لأن النظام الهدف منه إيه؟ الهدف من نظام منظمة التجارة العالمية هي ما هيش هدف في حد ذاتها،
ولكنها بتخدم الهدف الأكبر، وهو خدمة الاقتصاد العالمي لتعظيم إنتاجيته وزيادة الرخاء للمجتمعات. علشان كده أنا في الحملة بتاعتي بقول إيه، بلاش نركز على مستقبل المنظمة، المنظمة دي مستقبلها هيبقى إيه، ولكن نركز على منظمة المستقبل. الفرق اللي ان اللي هيعاد ترتيبها من الداخل بالظبط، لان ممكن منظمة المستقبل يبقى لها شكل مختلف عن اللي احنا فيه. انا بفكر التفكير ده ليه دلوقتي، لان في ناس ممكن تقول لك عبد الحميد يعني كان احد المهندسين اللي بنوا النظام ده فهيبقى حريص ان هو يبقي عليه. لا، لان عبد الحميد برضو لما راح سنة 85 كان بدأ التحول من نظام الجات لنظام منظمة التجارة العالمية، وشفت ليه التحول بيبقى ضروري، لأن واقع الاقتصاد العالمي وواقع التجارة العالمية بيتغير وبيتطور ولازم النظام يتطور معاه. احنا كنا بنتكلم في قمة العشرين وأجندتها والموضوعات المطروحة، وكمان بنتكلم في فكرة العالم رايح اتجاه انكماش ولا انفتاح. هو بالتأكيد رايح في اتجاه انفتاح بالتأكيد. في عوائق وفي ضغوط سياسية وفي موجة تذمر. ما هو احنا بدأنا القصة دي من 10 سنين او من اكتر من 10 سنين بالأزمة المالية العالمية اللي تبعها أزمة اقتصادية، وده نتج عنه تذمر قطاعات من مجتمعات مختلفة بتقول والله احنا الاستفادة من الازدهار الاقتصادي ما وزعتش بعدالة، ودي انقلبت الى تذمر من العولمة وتحرير التجارة، بالرغم ان هما مشكلتين مختلفتين. يعني عدم عدالة توزيع المكاسب الاقتصادية في اي مجتمع ده متعلق بالسياسات الداخلية في الضرائب والسياسات الاجتماعية وإلى آخره والتعليم، ولكنه ما هوش متعلق بالتجارة الدولية بالضرورة. فابتدى يبقى فيه وعي لهذا التمييز، وبنجد ان في حوارات مجتمعية زي الحوارات الدائرة حاليا في الانتخابات الأمريكية. الأجندة الداخلية ايه؟ وجزء كبير من هذه الحوارات متعلق بسياسات التوزيع، سواء ضرائب أو تعليم أو صحة أو تحرير التجارة الدولية والتجارة عبر الحدود. بالتأكيد حتنمو، لأنها driven بعوامل مش هترجع خلاص، سواء global value chains أو التكنولوجي الديجيتال تريد او حتى انتقال العماله، بالرغم من كل ما يقال على سياسات الهجره والى اخره. ولكن لو نظرتي للصوره الديموغرافيه للمجتمعات المختلفه هتلاقي ان في مجتمعات متوسط الاعمار فيها بيتزايد، وبيترتب عليها طبعا ضغوط على البرامج المجتمعيه، سواء معاشات او تامينات اجتماعيه او الى اخره. طيب علشان الاقتصاديات دي تنمو محتاجه انها تستورد شباب، عناصر بشريه، وفي نفس الوقت عندك مناطق زي افريقيا 60% من السكان تحت سن ال 30، يعني قارة شابة فعلا. طبعا هنا بقى في أسئلة كتيرة بتطرح، ولكن ما هيش متعلقة برواج التجارة أو انفتاح التجارة الدولية، والتجارة الدولية هتستمر. إن المسؤولية هتبقى صعبة على حضرتك، بنتمنى لك إن شاء الله إنك توفق فيها وتوفق في الملف الأول هو اكتساحك لهذه الانتخابات والحصول على هذا المنصب، علشان حضرتك هتظل فخر لينا ان شاء الله بحصولك على هذا المنصب، ولا قدر الله بعدم حصولك ستظل فخر لكل المصريين بكل هذه الانجازات. اخيرا
لو حضرتك حابب توجه رسالة للشعب المصري، الشعب الأفريقي، بعيدا عن الحكومات اللي حضرتك هتطلب دعمهم، لكن النهاردة حضرتك هتكلم الشعوب، حابب تقول إيه في رسالة أخيرة حضرتك تختارها وتختارها توجهها لمين؟ الرسالة الأخيرة الحقيقة هي رسالة تفاؤل. أنا شايف المستقبل مبشر جدا جدا، ولكن في كلمة أنا دايما بكررها، إن مدى تحقيقنا لمصالحنا كولكتيفلي أو جملة هيتوقف على علاقتنا ببعض. وأنا مؤمن تماما إن العلاقات الناجحة لا تتوقف على مدى اتفاقنا، ولكن تتوقف على مدى قدرتنا على التعامل مع الخلافات. أشكرك على الجملة دي. ده مفتاح، ودي أحد المفاتيح اللي أنا مؤمن بيها طول عمري وداخل بيها هذا التحدي الجديد، لأن ده بينطبق على كافة العلاقات، سواء على مستوى الدول، على مستوى المجتمعات، على مستوى الأسر، على مستوى الأصدقاء، على مستوى العمل. العلاقات الناجحة لا تتوقف فقط على نقاط الاتفاق، ولكن تتوقف على كيفية القدرة على التعامل مع نقاط الخلاف. هو تحدي جديد لكن بكل تأكيد مش مستحيل. برؤية حضرتك وبقدرتك وبخبرتك في هذا المجال، إن شاء الله المنصب هيكون لمصر وأفريقيا بنفس الرؤية وبنفس الفكر، بقدرتك على التعامل مع الاختلاف والخلاف في بعض الأحيان. أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا وعلى وقتك، وبنتمنى لحضرتك نيابة عن الشعب المصري النهاردة، لأن احنا تلفزيون مصري، إن شاء الله المنصب يكون لمصر وأفريقيا. بشكرك شكرا جزيلا يا منال، وأنا تشرفت بهذا اللقاء. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بكل تأكيد كلنا فخورين إن دايما بنشوف نماذج مصرية، عقول مصرية بتحصل على مناصب دولية. كلنا إن شاء الله بندعم الدكتور عبد الحميد ممدوح، وبنتمنى في تعاون مثمر ما بين مصر وأفريقيا إن مرشحنا يكسب ويحصل على هذا المنصب، واللقاء الثالث يكون في منظمة التجارة العالمية. بشكركم مشاهدينا الكرام، ومع خالص تحياتي منال السعيد.